الآن دوار المطار. كنا جالسين فيه وجانا انفجار دوف داخل المطار. كانت هذه الفيديوهات أول ما سرب من حول مطار أبها السعودي. تتوسع دائرة الاستهداف اليمنية ويقصف المطار بصاروخ كروز وبدقة عالية من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية. القوة الصاروخية اليمنية أكدت توقف الملاحة الجوية في المطار بعيد استهدافه. فالصاروخ بحسب يحيى سريع المتحدث باسم القوات اليمنية دمر برج المراقبة بشكل كامل. أخذ التحالف وقته قبل الإقرار باستهداف المطار ليصدر بياناً يتوعد فيه باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة وآنية للرد. المطارات في دائرة الاستهداف إذن، وبعد التحذيرات اليمنية من أن العين بالعين يتوالى تنفيذ الوعود، إذ نفذت هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوبية غربي السعودية بطائرات مسيرة. وكذلك أعلن قبل أيام عن شن هجمات بطائرات مسيرة أيضا على مطار جيزان جنوب غرب السعودية. تكثر النقاط التي يسجلها مقاتلو الجيش واللجان ضد التحالف، منعوا محاولة التسلل وشنوا هجوما عكسيا في محور جيزان قبالة جبل قيس، كما نفذوا كمينا محكما في صحراء الأجاشر قبالة نجران، وسيطروا على 20 موقعا للجيش السعودي هناك. مشاهد وزعها الإعلام الحربي أظهرت انسحاب القوات السعودية وفرار الجنود السعوديين تاركين جرحاهم في شعاب المنطقة قبل أسرهم لدى الجيش واللجان.